الا فكرك ما هجرك لعشان يقوفوا معهم في مرهم وحالهم. السكان هنمد الفيل في مركز اداري ونجمعنا فارة في حجر لميس ديبارتمان هنحرز البيار الالمي هن الفيدانات اكلتهم مره واحد. السكان بيوتهم في الالمي قاعدين يشوفوا مشخة بهني وبهناك في دا إيال هنا حجر لميس ما تبقوا إيدينهم وقاعدين يشوفوهم بأين لمو ومشو لهم فزا للسكان كان ود لهم المواد الغذائية ودال عشان يدس لهم الفرحة في قلوبهم. أنجيني يعقوب إبيت واحد من إيال هنا حجر لميس قال النوم ما ينام لنا عشان نشوف بأن أخواننا قاعدين يشوفوا تلتلة في دا أنينا جمينا وجينا عشان نقوف معهم. قبل فترة الكوارث الطبيعية الجاد دي هم قموا وسووا لجنة واللجنة دي خدمت وودت مساعدة لحجر لميس عامة للدبارتمان الأربع وحسا نفس اللجنة دي قمت وسموا بالشغل حصل في جمينا فارة وخاصة مادة الفيل وكوتشونا الشغل الاندم البسيط الشيء ده قالوا ده حاضر كي لازم نوصله فوق أحلنا بالشغل اللي حصل لهم. فقموا في أسرع وقت الشيء ده جابوه والكثير إن شاء الله كالله جابه بيجي في الأيام الجاية والأوقات الآخرين كان الشغل لما بيجي إن شاء الله. شيء آخر ده الشغل ما بيجي فيني هم كله بوصلوا للحكومة وبسألوا من الحكومة إن شاء الله تجي تقف ما ناسنا نجمينا فارة وما ناسنا مد الفيل والألمر هو كارثة طبيعية أكلت الدار كلها. مش الأنينة قاعد نبكو ده بارتو كل الناس قاعد ببكو مش لنا لكن إيالكم وأخوانكم هنا هجر لميس هم ما صبر لهم أول كقمة بالإندوم وإن شاء الله الجاي كمان الشغل البلقودة بيجيبوا لهجر لميس عامة وللمدررين خاصة. الأمين التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية حجر لميس سالم محمد آدم وكمان حجة بالمبادرة الطيبة دي يا هلا حجر لميس لمينا وجينا جينا نساعدوكم بشيء بسيط والشيء البسيط ده كمان هنقبلنا كمان أنينا كله نكلم لكم بارنا شيء ده نوزو قدام وممكن نلقوا فزة أكبر من ده. حجوا بعد من السكان طلبوا من الحكومة قلي ينفذوا لهم الشيء اللي يدوروا ده دور يعني الوربيتات ندوروا مركزنا صحة عشان السنتير بقى شيء كي فراجيل فلازم نطلب من الحكومة بأسرع وقت كي يساعدونا بالصحة بألمي وبالوربيتات المعاش كلها وخلاص ألمي كل ضيافي بالألمي ده ونشكره كثير بمساعدكم وأجيتونا شفتونا كان ما جبتوا كله أنتوا جبتونا وشفتن شفناكم وشفتونا الحمد لله شكرا معه كثيرين أين شكرناكم وحمدناه كثير وعدين كمان كان نشكره للرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إدنو اللي دايما واقف في جمعنا المواطن دعينا ما ندور شيء وندور إلا الله إفزانا والحكومة إفزانا رئيس الجمهورية الله يبارك أو شيء ماشي هذا الله يزيد قدام الله ما يوقفه ونذكر المبادرة اللي كان قم فوقا إيال هنا حجر لميس في ديبارتمان هنا حراز البيار ده ما بس بيجيف هني بيواصل ويجاي وجاي عشان يقوفوا مع الناس اللي كان يمدروا من الألمي هنا الفيدانات.